أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا شاب متمسك بدين الإسلام ومؤدٍ للصلوات المكتوبة مع الجماعة، وأجد في قلبي كثيرًا من الوساوس، حيث إني أقول إني ما صليت الصلاة التي قبل هذه الصلاة أو التي بعدها، ويتكرر مني هذا الأمر، فما هو التوجيه في هذا؟ توجيه أن تترك الوسواس، أن تترك الوسواس ولا تلتفت إليه، فإذا صليت فصلاتك صحيحة إن شاء الله، واترك الوساوس واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وأكثر من ذكر الله تلاوة القرآن، سيذهب عنك الوسواس بإذن الله. نعم.